في البداية أرحب بضيف حلقتنا، ينضم إلينا الدكتور نور الدين العلوي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، ينضم إلينا من تونس. دكتور علوي مساء الخير. كيف تبدو تونس في عيد استقلالها 65، خصوصا في ظل هذا الإرباك والارتباك الذي تعانيها الساحة السياسية الآن؟ أفضل ما في هذه الذكرى 65 للاستقلال هو نزول غيث مغيث نافع إن شاء الله، ذهب خالص في مارس على أغلب مناطق البلاد في موسم الزيتون المزهر والقوارص والحبوب، وإن شاء الله عام خير، بشائر خير على كل حال. ولكن السياسة ليست مربعة، بل هي في حالة اضطراب. فنحن لأول مرة تقريبا في تاريخ الديمقراطيات نرى رئيسا ينزل شارعه للتظاهر مطالبا بإسقاط النظام وهو ركن ركين منه، ويطالب بحل البرلمان في نفس الشارع الذي سار فيه أجدادنا يطالبون ببرلمان تونسي. فمن عجب الدهر أن مسؤول النظام وحارس الدستور والأمين على الجمهورية يطالب بإسقاط النظام وإلغاء البرلمان، وأعتقد أنها سابقة في التاريخ وتتزامن مع ذكرى الاستقلال. على ذكر الرئيس دكتور العلوي، هو اليوم الرئيس قيس سعيد قام أيضا بخطوة العفو الرئاسي على مئات المساجين، وأيضا تخفيف العقوبة على مئات آخرين. هذه الخطوة تبدو يعني إيجابية وفي إطار التهدئة، أم تراها ربما في إطار المزايدة والمناكفة ربما كما يقول آخرون؟ هذا تقليد جرى به الأمر تقريبا في أغلب المناسبات الوطنية. كان بن علي يتخير مناسبة 7 نوفمبر ليطلق سراح المساجين بعد الثورة صارت ذكرى الاستقلال أو ذكرى الجمهورية في 25/7، وهذا صار تقليدا يحمد، رغم أن كثيرا ممن أخرجوا من السجن سواء بالحق من العقوبة أو بإنهائها قد ارتكبوا جرائم أفظع من التي حكموا عليها أول مرة، ولكن هذا الاستثناء الذي يؤكد قاعدة. ثم الذي لم يرق لكثير من التونسيين وأنا منهم أن الرجل ذهب إلى الموقوفين في احتجاجات شهر يناير شهر جانفي ووعدهم بإطلاق سراحهم والعفو عنهم بمجرد أن تحكم المحكمة وتصدر أحكاما باتة في شأنهم، فكأنه يقول لهم ليحكم القضاء بما يشاء أنتم أحرار بعد حين. وهذا تقريبا ضربة أخلاقية وقانونية وسياسية لجهاز القضاء كله، فكأنه يقول له مهما حكمتم أنا أملك أن أطلق سراح هؤلاء الناس. وأستغرب أن يصدر هذا من رجل قانون قضى حياته يدرس الطلبة ترتيب القوانين والفصل بين السلطات. هذه من النقاط السوداء والمؤلمة. لكن دعني أضيف إلى نقطة الضوء الطبيعية الغيث الذي ذكرت لك، هذه النقطة المضيئة الأخرى التي جعلت رجل أعمال تونسي يوظف أمواله الخاصة ليبني قمرا صناعيا ويكافح من أجل إرساله إلى الفضاء، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، تكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا الحواسيب والتراسل ما فوق الطبيعة صح التعبير. هذه نقاط ضوء تجعلنا نتفائل بأن هناك في تونس إرادات خيرة وأن هناك فاعلين أفذاذ لديهم فكرة ولديهم تصور للمستقبل ويعرفون ما الذي يجب فعله وما يكون عليه تكون عليه المجتمعات القرن 21. وهذه نقاط الضوء. فالسياسيون في تقديري إلى زوال، ونحمد الله على أن هناك انتخابات قادمة سنصحح بها أخطاءنا السابقة ونبني ديمقراطيتنا، ويظل هؤلاء الفاعلون الأفذاذ هم الذين يوجهون البلدان نحو مستقبلها الأفضل ويشغلون شبابها ويصالحون بين نخبها
نقوله في أمثلتنا الدارجة، نعم، الخايب يمشي بخيبته. نعم، على كل حال الانتخابات أو الانتخابات بشكل عام هي تكثف الوعي ربما إن صح القول في الشارع، والناخب التونسي بالتأكيد يطور أيضا من 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 سلوكه الانتخابي وفهمه أيضا للنخب وغيرها. لكن فيما يتعلق ونحن نتحدث على النخبة السياسية في تونس دكتور علوي، هناك نموذج الحقيقة بات مثير للجدل وحتى الامتعاض وبات عامل توتير كما يقول الشارع التونسي. نتحدث على النائبة عبير موسي، باتت تضرب يمنة ويسرى ولم يسلم منها أحد. نقابة الصحفيين كل ما استطاعت أن تفعله هو مقاطعة هذه النائبة. هل هذا باعتقادك عقاب كافي أم أنه يفترض في هذه النخبة بما لديها من قوانين ودساتير وشرعية ثورية بين ظفرين أن تقف أمام كل هذا العبث؟ أنا لا أسمي من ذكرت باسمها، فهي بالنسبة لي الفاشية متجسدة في شخصها وفي حزبها وفي خطابها، فهي الفاشية. فإذا حدثتني عنها فاسألني عن الفاشية. هي الآن في مرحلة خبط العشواء، وإن كان الضوء باهرا فهي تضرب يمنة ويسرة، لأني من ضمن كثيرين يعتقد أنها قد فقدت المهمة التي كلفت بها من قبل جهات خارجية وليس من قبل جهات داخلية، وهذا الفشل ينعكس على سلوكها المتوتر وتصعيدها غير مبرر ضد الجميع. كانت في السابق تستهدف حزبا سياسيا محددا وشخصية محددة، هي رئيس البرلمان. الآن توسعت، صح التعبير، توسعت قذائفها في كل اتجاه فأصابت الصحفيين، ولا ندري من سيصاب في المرحلة القريبة القادمة، لأنها كما قلت فقدت خيط السير والخطة الأولية التي كانت تشتغل عليها، وهي تقريبا في حالة دفاع عن وجودها لأن مشغليها يوشكون أن يقطعوا عنها المدد. طيب علاقتها، أنا من الذين يتابعون ما يجري، ولا وأعتقد أن المقاطعة الصحفية للسياسيين خطأ مهما كان هذا السياسي. الصحفيون قاطعوا ائتلاف الكرامة وهذا خطأ بالنسبة لي، ويقاطعون الفاشية وهذا خطأ. الصحفي في تقديري لا يقاطع، يقوم بمهمته حتى لو كان الشخص المقابل عدو. نحن رأينا صحفيين كبار يستجيبون أعداءهم ولا يقاطعونهم. يعني أنت بكل ما رأينا من تجارب الشعبوية عند ترامب حتى لو أهين الصحفي، جزء من المهنة يرد بمهنته، هو مالك المهنة ومالك الكلمة ومالك جميل. يرد بمهنته على من يهينه ويحتفظ بمهنته، لأنها على الأقل فيما نعرف هو أن المهنة لأنها مهنة مقدسة، مهنة الحقيقة. لا أحد طيب ربما أتفق معك في هذه الزاوية دكتور علوي، لكن لو أردنا أن نختم بسؤال يهم تطبيق القانون في تونس، لأن الحقيقة ولا يخفى عليك ربما المواطن بات يتذمر من التسيب في أكثر من مكان وفي أكثر من مجال وفي أكثر من ميدان. من باعتقادك لا يقوم بدوره في هذه المعادلة التونسية؟ القانون ربما ضعيف ولا توجد بنود قانونية تتعلق بهذه الإخلالات، أو أن السياسي ضعيف وهش ولا يريد أن يصادم هذا الطرف أو ذاك، أم أن هناك عبث داخلي وخارجي بات أقوى من الجميع؟ ما الذي يجري بالضبط؟ هذا الموضوع يستحق أن نجلس فيه أياما وحلقات كثيرة وبرامج كثيرة. هناك لدى البعض خوف من تطبيق القانون، لأن كثيرا ممن كانوا يحمون القانون كانوا يحمونه بغير قانون. يعني مثلا الشرطي الذي يستخرج الحقيقة من متهم بضربه يمارس العنف والتعذيب فيستخرج الحقيقة، الآن هذا الشرطي خائف من ذلك. السياسي الذي يريد أن يواجه بقية السياسيين ويطبق القانون يخشى الشارع. السياسيون مثلا يخشون النقابة، كثير من التجاوزات تقوم بها النقابة عيانا، تغلق المؤسسات، تمنع الموظفين من العمل. والطبقة السياسية منذ الثورة إلى حد الآن
تتجنبوا الاشتباك مع النقابة، وجزء كبير من النقابيين يتجاوزون في حق القانون، أغلقوا المستشفيات وجوه المرضى، هذا لم يحدث في أي بلد في العالم. أغلقوا المستشفيات حتى مات المرضى أمام المستشفى، منعوا الأطباء من علاج مرضاهم، هذا عمل نقابي لا يمكن، لكن السياسيين يخافون من هذه النقابات. هنا هذا أحد أبواب التسيب وأحد أبواب الخوف. نعم. هذا جزء من عملية بناء ديمقراطية رغم ذلك، ولكنه يأتي متأنيا بطيئا وله آثار جانبية وسيئة. كثير من الناس لم يعد يخشى القانون، ويقول دائما ما دام السياسيون يخافون فأنا لا أخاف، ويتجاوز. يعني حتى أنت لو سقط سيارتك هذه الأيام في تونس تترى عدد المخالفات، السير مرعب، الناس لم يعودوا يحترمون الضوء الأحمر. يعني يقول لا يخافون حتى الشرطي الواقف في 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 تنظيم السير. هذا الخوف ناتج عن تسيب جزء كبير من النخبة عبثت بالدولة. لا ننسى أن كثير من الذين حكموا بين 2014 و2019 قد هزأوا الدولة واستهانوا بها، ورأيناهم يعبثون بها. طيب بكلمة واحدة دكتور علوي، هذا مفهوم باعتقادك على اعتبار بأن تونس حديثة عهد بالديمقراطية والجميع يتعلم، أم أنه خطير بكلمتين؟ هذا جزء من العملية، من عملية بناء الديمقراطية. سيصل الناس إلى مرحلة يقولون نحن محتاجون إلى احترام القانون من تلقاء أنفسهم، فعندما تتغلب الفوضى أو توشك أن تخرب يعود الناس إلى كثير من العقلانية وينظمون سلوكهم طبقا للقانون وقواعد التعايش الاجتماعي. هذا جزء من الديمقراطية، ولكن لكن للأسف عندما نرى رئيس الدولة يأمر شارعه بإسقاط النظام، أعتقد أننا يجب أن نطيل هذه المرحلة التعليمية، فكما أننا كأننا تلاميذ يرسبون في العام مرتين. الدكتور نور الدين علوي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، كنت معنا من تونس، نشكرك جزيل الشكر.